طيب فكرة إعادة التدوير أو إن أنت في حاجات ناس كتير جدا بترميها ولكن أنت بتستغلها بشكل تاني بتحولها لفن، هل ده كان مبدأ أنت عايز تعمله ولا جه معاك صدفة إن أنت لما جربت تعمل بمواد تانية ممكن تبقى مستغني عنها ومن هنا طلعت فكرة إعادة التدوير؟ لا هو أنا شاغلني، يعني أنا كان شاغلني فكرة إعادة التدوير جدا، لأن إحنا كنا بنروح كرة نعلم فيها الأطفال ازاي يعملوا ورش، فطبعا ما كانش عندهم الامكانيات اللي هي تخليهم يطلعوا فن، وهم فيهم اطفال مبدعين جدا. فحاولت ابسط معاهم المواضيع، لا احنا ممكن نستخدم الحاجات اللي حوالينا، ممكن نستخدم الازاز البلاستيك، ممكن نستخدم الخامات ديت كلها، خامات تنفع ويطلع منها حاجات جميله ويطلع منها شغل وكده. وفعلا الاطفال كانت بتستجيب معايا وكان ديت حاجه كويسه يعني.